حتى تلك الراية وذلك العلم لا تحترمه القوى القائمة بالاحتلال فيما تستهدف بقصفها البيوت والمدارس والمستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة بعنف وحشي عقابي هدفه تقويض أساس الحياة البشرية في غزة، والنية هي الترهيب وتخويف الجميع. لا شك أن نطاق القتل والتشويه وحجم الدمار والتهجير القسري إنما هو دليل يقوم على عشوائية هذه الحرب، وفي ذلك دليل كذلك على أن هدفها الأساس وضحاياها الأوائل هم الضحايا، هم السكان المدنيين في قطاع غزة. لم يشهد أي نزاع في الذاكرة المعاصرة هذه الحصيلة من الأطفال الذين قتلوا بهذا الإيقاع، والمدنيين الذين قتلوا بهذا القتاع، والصحفيين الذين قتلوا بهذا القتاع، وطواقم الأمم المتحدة قتلوا بهذا الإيقاع، وطواقم عمل طبية وإنسانية قتلت بهذا الإيقاع. هذه حرب شاملة على فلسطين وعلى شعبها. وهذا ما يؤكد مجدداً في ضوء ما نرى في الضفة الغربية مع أكثر من 230 من الفلسطينيين الذين زهقت حياتهم وآلاف أصيبوا بجروح في الأسابيع السبعة المنصرمة على يد القوات الإسرائيلية المحتلة والمستوطنين. هذا إلى جانب 180 من الفلسطينيين الذين كانوا قد قتلوا قبل شهر أكتوبر، ومن بينهم 107 من الأطفال. هذه الفترة الأكثر فتكاً التي عرفتها الضفة الغربية على الإطلاق. كما أن 1200 من الفلسطينيين هجروا في هذه الفترة من الأسابيع السبعة نفسها، ويضافون إلى أكثر من 1000 من الذين هجروا قسراً منذ بداية هذا العام، فيما تواصل إسرائيل بلا هوادة عمليات الاستيطان والضم لأرضنا غير المشروعة. كما أن أكثر من 3000 من المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال تعرضوا للاحتجاز والتوقيف على يد القوات المحتلة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في نفس هذه الفترة من الأسابيع السبعة، ما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 10,000 فلسطيني يحتجزون خلف القضبان الإسرائيلية ويعانون من الظروف غير الإنسانية. كما أن هذا القمع والاضطهاد والهجمات والتمييز بحق شعبها كلها تستمر بلا هوادة تحت هذا النظام، نظام الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي. هو نفس المنطق يتكرر في كل مكان. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الأولوية ليست الأمن بل تدمير الأمة الفلسطينية وحضور بل ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه والدولة الفلسطينية حتى على حساب الأمن من خلال التهجير وإنكار الحقوق وسلب الممتلكات، وإذا كان كل ذلك غير كاف فمن خلال الموت، فحتى الحق بالحياة يمنع. كيف نعرف كل ذلك؟ لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يخفون ذلك، حتى هم يخبرونكم بذلك في كل يوم وفي كل بيان يلقون. وكما قال أحدهم أمام الفلسطينيين خيارات ثلاث، وهذا وزير في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو. الخيارات هي ثلاث: الخضوع والاستسلام، التهجير، أو الموت. Death. And we reject these things.
هذه هي الخيارات الثلاث ونحن نرفضها لأننا شعب يملأه الفخر وعازم على أن يقيم على أرضه.